السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك يا هندسة. أتمنى تكون الله نايم. يكرمك الله يكرمك، ان شاء الله نبدا كمان 6 دقايق كده، فلو ممكن تعمل شير سكرين بعد اذنك. حاضر. شكرا. باين كده الديسك توب بتاعي. اه ما شاء الله ظاهرة دلوقتي. باين العشوائية بتاعتي دي يعني مش مشكلة. لا باين في فنارة، يعني انارة والله هي اوتوماتيك يا هندسة، انا عندي زي اب كده مش مشغله، كل يوم بيجيب لي صورة لوحده يعني، ما اعرفش ايه حتى ما اعرفش فين المكان ده يعني. ما شاء الله.
انا معاك استاذ، السلام عليكم استاذ شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ممكن نبدا ان شاء الله دلوقتي؟ تمام، مفيش مشكلة. هو العدد حتى الآن احنا 7، مننا 4 تقريبا. لا، هو اول ما بنبدا المحاضره بتلاقي الناس كلها جت، اول ما بنبدا نعمل البث على الفيسبوك. ومعانا احمد حسام، احمد حسام ما شاء الله هو اللي مسؤول عن موضوع التسويق. طيب خلاص، نتوكل على الله نبدأ يعني. إن شاء الله بس بإذن الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في السيشن الثانية أو المحاضرة الثانية في الـ Short Introduction للـ BIM Quality Management. لو هنرجع بالسلايدز كده من البداية خالص، إحنا كل اللي أصلا البرزنتيشن كلها على بعض 80 سلايد، إحنا عدينا منهم 35 أو مور اور ليس يعني تقريبا كده المره اللي فاتت. فاتكلمنا المره اللي فاتت عن الاوت لاينز بشكل عام، اتكلمنا على الكواليتي مانجمنت في البام، اتكلمنا على الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، وافتكر ان انا كنت كلمتكم عن حاجه اسمها مارشميلو تشالنج، وكنت قلت هحكي لكم قصه عنها دي. لو في وقت ان شاء الله ممكن نحكي التجربه دي او التشالنج دي مع بعض، هي حاجه ممتعه اصلا وفكره كويسه، هتلاقيها ينفع نسقطها على موضوع الكواليتي اشورنس يعني. واتكلمنا برضو عن البيم اوديتنج، واتكلمنا على الكلاش ديتكشن ككود وكبرنسبل وكديفينيشن، وعلى ما اتذكر احنا وقفنا عند الكلاش ديتكشن برنسبل. فننتقل سريعا كده على السلايد اللي وقفنا عندها، او حتى الفيرست تايتل اللي وقفنا عنده. احنا وقفنا عند السلايد دي 35 يعني، ممكن احنا كملنا بعد كده بس هنبدأ من هنا افضل يعني. الكلاش ديكشن، فالكلاش ديكشن برينسيبلز اتكلمنا المره اللي فاتت لو حد متذكر، احنا دخلنا في عدينا كل اللي فوق ده. عايز بس اسحب البار ده اجيبه تحت بس كده. اتكلمنا عن الاوت لاينز، اتكلمنا على الكواليتي مانجمنت، اتكلمنا على البيم اديتنج، اتكلمنا في الكلاش ديكشن ديفينيشن والكود تشيكنج، واتكلمنا على الانترودكشن تو ديفينيشن والانترودكشن للكلاش ديكشن، واتكلمنا برضو عن الكلاش ديكشن برنسبلز بس هنبدا بينها برضو النهارده يعني، هناخدها كده الاوفرلاب للسيشن بتاع النهارده. الجهاز بتاعي هنج ولا ايه؟ سالت السؤال ده المره اللي فاتت، هل ينفع اعمل all versus all ولا لا؟ وكان التفاعل المره اللي فاتت كان مشكورين كل اللي جاوب يعني، وقال في الاخر ان احنا شويه قالوا اه وشويه قالوا لا وشويه قالوا يعني على حسب. فهي الاجابه للموضوع ده اكيد طبعا مش هعرف اعمل all versus all، لان ده هيبقى wasting time وهيطلع ريبورت فيه كم هائل من الكلاشات اللي انا ممكن يضيع بسبب الكميه الكبيره دي من الكلاشات اللي هتظهر لي، ان انا الاقي ايه، ان انا اعدي عليا كلاشز او حاجه مهمه ممكن ما اخدش بالي منها يعني. وبالتالي فده مش ريكومندد. السؤال اللي كتبت السؤال ده لا مش ريكومندد طبعا. السؤال ده محتاج تعمل حاجه زي حاجه اسمها كلاش ماتريكس وريسبونسابيلتي ماتريكس، والكلام ده هنتكلم عنه قدامي ان شاء الله. اصلا ده الكور بتاع السيشن النهارده. طيب اتكلمنا برضو عن 3 ليفل اوف كوردينيشن، وانا عارض هنا اتنين بس والتالت ما عرضتوش، والمفروض انتوا لو حد فيكم فاكر يقول لي هو الليفل كوردينيشن 2. اتكلمنا عن الليفل كوردينيشن 1، هو الكلاش ديتكشن بين اليمنت ان ذا سيم سبيشاليست موديل، وده بنعرف فيه او بنديتكت فيه الكواليتي للموديل نفسه. والليفل اوف كوردينيشن 2 اللي هو الكلاش ديتكشن ديفرنت اليمنت ان ديفرنت models not the same model، ده اسمه coordination او يعني نحطه تحت الترم coordination. والليفل اوف coordination 3 اللي اتكلمنا عنه اللي هو ال 4D او ال time or time coordinating او ال missile of statement، وكنا كمان ذكرنا مثال ال لو حد فيكم متذكر الكرين اللي كان فوق العماره اللي جنب مستشفى السلام اللي في المعادي. ده احنا وقفنا هنا تقريبا، بالتالي انا ما شرحتش الورك فلو ده، لكن ده مهم جدا، او يمكن كان يكاد يكون ده المفروض يتطبق في اي ديسيبلين او اي سيكشن او اي ديبارتمنت بيطبق البيم ايا كان تصنيفه او ايا كان الديفينيشن بتاعته.
وهو الورك فلو ازاي الكلاش سيكشن بيتم، او ازاي انا بعمل كلاش سيكشن سواء انترنال او اكسترنال. ف اول حاجه الاركتكتشر موديل وهو شغال او وانس ما خلص، بعمل حاجه عليه حاجه اسمها ليفل اوف كوردينيشن 1 اللي احنا قلنا فيه، بشيك الاليمنت مع بعضها بتاع المعماري نفسه. يعني انا لو خلصت المعماري بحد ذاتي كديبارتمنت، خلصت الموديل، فببدا اشيك عليه كليفل كوردينيشن 1، بشوف الاليمنتس وبعضها جوه الموديل نفسه في كلاش بينهم ولا لا. هو في ممكن في اوفرلاب، في مثلا فلور مع الوولز داخلين في بعض، فدي اوفرلاب، مفيش بينهم جوين، وولز مع وولز مفيش بينهم جوين، فمعنى كده ان الكوانتيتيز اللي في النص ما عملناش ابستراكت ما بين واحده والثانيه، فبقت ضعفه، فده في حد ذاته خطا، يعني ده خطا وهيتراكم عليك خطا قدام. فده انت بتكنترولو بالليفل اوف كوردينيشن 1، هل هو اكسبتد اور نوت. لو هو يس فتبدا تلفت تخش على الكوردينيشن الثاني، لو نو بترجع ثاني بريبورت للارتكشن موديل عشان تصلحه. نفس تيبيكالي اور ايدنتيكالي نفس اللي بيحصل في الاركتكتشر موديل بيحصل في الاستراكشر موديل، بيحصل في الميكانيكال موديل، بيحصل في الالكتريكال موديل، بيحصل في السايت موديل، او بيحصل في اي موديل تاني بيتعمل، ايا كان الديبارتمنت اللي بيتم عليه اسقاط او بيتم عليه كنترول بحاجه اسمها ليفل اوف كوردينيشن 1 اللي اتكلمنا عنها وقلنا ان هي ما بين